إذن عن الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون على أيدي الميليشيات والقوات الأمنية والدعوات الأمنية لوقف هذه الانتهاكات وفتح تحقيقات نزيهة، معنا عبر اسكايب من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين السيد علي عزيز، مرحبا بك. إذن إعلان الكاظمي تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي حصلت وارتكبت على المتظاهرين، بينما الميليشيات تستمر في مهاجمة ساحات الاعتصام. سيد علي عزيز، كيف تقرؤون هذه الخطوة من الميليشيات وما الرسالة التي يريدون إيصالها؟ طبعا الميليشيات هي عصابات يعني مجرمة، عصابات منفلتة، هي عصابات التي تأخذ على عاتقها تنفيذ مهام الحكومة التي الحكومة يمكن تخشى أن تنفذها بأيادها فتنفذ بأيادي الميليشيات. اما بالنسبه للجنه اللي يعني يروم السيد الكاظمي تشكيلها، لا احنا نشكرك، ممنونين. احنا ما نريد اي لجنه تنبثق من عندكم، انت كنت عضو بخليه الازمه الامنيه، انت كنت تجتمع مع عادل عبد المهدي، انت كنت مشارك ومساهم بكل القرارات، وانت بالتالي جزء من هذه المشكله، انت متورط، حالك حال القاده الذين اصدروا الاوامر بقتل المتظاهرين. هذه اللجان لا نريدها، لجنه من قبلكم يعني عصابه جديده، يعني فساد جديد، يعني سرقات جديدة. نحن قادمون، موعدنا وإياكم يوم 30 حزيران، موعدنا هذه المرة يبدأ وينطلق من ساحة التحرير ولن يتوقف إلا عند عقر داركم. نحن من سنحاسبكم، ونحن الآن نشكل لجان لمحاكمتكم، لا نريد أي لجنة منكم. لن تنتظرون يعني نتائج تحقيق هذه اللجنة، يعني تتوقعون أن تكون كسابقتها التي شكلها العبادي بقتل متظاهري البصرة العام الماضي؟ أكيد أكيد سيدي، الكل متواطئ، الكل قتلنا، الكل يعني الكل، جميعهم من الكاظمي وعبد المهدي ووزرائهم وقادتهم وقادة ميليشياتهم. من أي ميليشيا سيدي؟ سيدي فليتحلون بالجرأة، هذه الجراءة التي تنتقل، يعني أنا والله العظيم أستغرب رجال ويحكمون بلد ولا يملكون جرأة شاب مراهق أو جرأة طفل. يا أخي ميليشيات مقتدى الصدر، ميليشيات حزب الله، ميليشيا، يا اخي ليش ما يقولوها؟ هذول قادتهم موجودين ترى، يعني احيانا يرزقون. الكاظمي ذهب وقابل وجلس وجها لوجه مع المحمداوي حزب الله العراق. هذا ليس هذا من قتلنا؟ لا يعلم الكاظمي؟ بكره انطي 4 شهود، 5 شهود، 50 60 شاهد. انا شاهد كنت بساط الخلاني من اجوا ينفذوا مجزره السنك، سيارات 60 الى 65 سياره ترفع رايات حزب الله. ما خلينا نكون يعني انتهى اليوم وقت المخاف ووقت الخوف ووقت انتهى اليوم. احنا اذا ما نكون نكاشف الجميع بانه من هم المجرمين، انت كيف يمكنك ان تحكم العراق وانت جبان تخاف من قاتل ماجور؟ كيف يمكنك ان تحكم العراق؟ خليك على جنب، اتمتع هذه الكم يوم، هذا الكم يوم جائحه الكورونا خلتك تتمتع بهذا الكرسي انت وكابينتك. ان شاء الله موعدنا واياكم يوم 30 حزيران وراح نكون عليكم فوق رؤوسكم ان شاء الله وبعقر داركم. الظاهر الكلام وياكم مدى نوصل به النتيجه. اما ممثله الامم المتحده، مع جل احترامي لهذه المنظمه والتقرير اللي قدمته حول تعذيب الناشطين، اخي احنا لم نعذب، نحن قتلنا، عوائلنا قتلت، العراق كله يعذب. الامم المتحده ترى اليوم الامم المتحده اداه بيد قوه امبرياليه كبرى هي الولايات المتحده الامريكيه. يعني احنا ماذا نترجى من الامم المتحده؟ العراق تم غزوه من قبل الامريكان سنه 2003 رغما عن الامم المتحده وبدون موافقه الامم المتحده. نحن لا ننظر الى بلاسخارت الا هي امتداد لرالف اكيوس، لجوزيف بلاتر، لمحمد البرادعي، يعني بلاسخارت امتداد لهؤلاء. نعم، ولكن المراكز الحقوقية وثقت اعتقال ما يزيد عن 25,000 متظاهر منذ بدء الثورة. هل تتوقعون أن تستمر حكومة الكاظمي بهذا النهج من العنف والقمع لهذه الثورة وعمليات الاعتقال والقتل والترهيب، أم أنها كما تزعم تحاول الإصلاح وربما تبادر بحسن نية تجاه هذه التظاهرات؟ أكيد طبعا، لا أكيد حكومة الكاظمي كافأت من قطع الإنترنت علينا، كافأت وجعلت نصبته وزير للاتصالات الذي كان مدير عام المعلوماتية بالزمن عادل عبد المهدي اللي هو أركان شاب أحمد.
هذا الشخص هو من قطع الانترنت علينا، هذا الشخص هو من ساهم بكبح صوت الثورة، والذي هو جعل العالم لا يعرف ماذا يدور بالعراق من قتل وقنص في حينها، نتهمه هو بتسريب احداثيات ومواقع لكي يصفون الميليشيات. طيب مكافأة سوته وزير اتصالات هذا المجرم القاتل؟ نعم نحن نقول هو بملء الفم، نحن لا نخاف ولا نهاب شيئا. طيب كيف ماذا نترجى بحكومة الكاظمي؟ ألم يضربنا هذا المسلح الذي ارتدى الثوب الأحمر أواخر أيام تكليف الكاظمي قبل أن ينال الثقة وبالوجه المكشوف؟ ماذا نترجى من الكاظمي؟ يا أخي مدير مخابرات إحنا يعني نطق إياها بالعربي باللهجة العراقية، يا أخي إحنا ليش نضحك على نفسنا؟ الكاظمي مدير مخابرات مسؤول بأعلى جهاز أمني، عضو بالخلية الأمنية، يجتمع كل يوم ومساهم بالقرارات، ويعرف من القتلة ويعرف من الميليشيات، يعرف كل شيء. طيب بالله عليك يعني اللي يتبجح هو يقول اني القيت القبض على انور قرداش وانور ماكنتوش وانور كلوس اب، هؤلاء الاسماء كلها اللي يلقي القبض عليهم بجهد استخباري، ما يعرف يلقي القبض على شخص واحد، واحد فقط واحد من قتلة المتظاهرين. هذا استهزاء وهذا رياء وهذا ضحك على الذقون. موعدنا واياهم يوم 30 حزيران، وسيكون حينها لكل حادث حديث. هل ستكون أيضا الخطوة المقبلة سيد علي المطالبة بتدويل هذه القضية والمطالبة بلجنة تحقيق دولية مع عدم وجود أي لجنة محايدة حتى بعد مطالبة الأمم المتحدة بتحري الشفافية أو النزاهة في أعمال التحقيق من الحكومة؟ نحن الان طالع احنا طبعا ما سكتنا نهائيا من بدايه الثوره ولحد الان نطالب المجتمع الدولي، نطالب جامعه الدول العربيه، طالبنا منظمه المؤتمر الاسلامي، الاتحاد الاوروبي، طالبنا الجميع اليوم، واحنا عندنا موجوده ب يعني بسجل الايراد عندنا وسجل الصادر عندنا متى كانت المخاطبات والمراسلات، طالبنا الجميع. لكن لحد الان يبدو ان الحكومه لا تأبه ولا تبالي لاي قوى بالعالم. اليوم الحكومة همها الوحيد هو حكم العراق على دمائنا وعلى أرواحنا وعلى أجسادنا وقتلنا وتهجيرنا وتهديد عوائلنا، تهديد عوائلنا كذلك. كل هذه الحكومة العراقية بارعة باختيار التهم الجاهزة الواضحة، أن تنتظرنا تهمنا بأي حاجز بأي سيطرة بالشوارع. إحنا الآن وصلنا إلى طريق مسدود، لا نريد الآن كل شيء، الذي نريده فقط أن يمد الله بأعمارنا ليأتي يوم 30 من حزيران، وحينها نحن من سنشكل لجان عادلة ومحاكم عادلة، وسيتم إصدار الحكم بأمر الشعب. سيد علي عزيز عبر أسكاب من بغداد، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، شكرا جزيلا لك.